بسم الله الرحمن الرحيم. قصة قصيرة مع إمام الكون عليه السلام. هذا الإمام المظلوم المغيب ذكره من أعاظم الارتباط بالإمام عليه السلام هو دعاء الفرج. دعاء الفرج فيه فرج وليكم الإمام سلام الله عليه، أكثروا من دعاء الفرج ففيه فرج وليكم إمام الزمان عليه السلام. الارتباط بإمام الزمان عليه السلام من أفضل الارتباط به التعلق به وذكره صباحا ومساء. حاولوا أيها الرافضة أيها الشيعة أيها الأحباب في كل مكان أن تكثروا من ذكر المهدي عليه السلام، فذكره حلاوة على اللسان وذكره يجعله يلتقي بكم ويصافحكم بل ويقضي لكم حوائجكم. اليوم لنا قصة فيها اعتبار عظيم. هذه القصة أنه السيد جعفر ابن السيد باقر القزويني، هذا السيد جعفر كان يقول أنه ورد أنه إذا كان الإنسان يأتي 40 ليلة أربعاء يعني يوم الثلاثاء في الليل 40 أربعاء إلى مسجد السهلة يلتقي بإمام الزمان، فكان هو لم يصدق ذلك القول، فكان يخاطب والده هذا الوالد الجليل الذي كان يرى الإمام سلام الله عليه ويلتقي بالإمام، فكان يخاطب والده ويقول له أنا لست مقتنعا بذلك ولست يعني أتيقن أن ذلك يحصل أنه 40 أربعاء وتلتقي بإمام الزمان عليه السلام. فهنا غضب الوالد، قال يعني إذا أنت لم تره ولم تعلم أنه إذا عملت ذلك العمل لم توفق لرؤيته، إذن تنفي ذلك؟ يعني أي شيء لا تراه تنفيه؟ هل يصح ذلك منك؟ فغضب وتكلم معه كثيرا حتى يقول سيد جعفر ندمت على ذلك الفعل وذلك القول. وهنا الوالد دخل إلى مسجد السهلة وكان خاليا، وتقدم إلى أن وصل إلى رجل ذا هيبة عظيم المنزلة ذلك النور يسطع منه، فسلم عليه والده وعاد إلى ابنه وقال له انظر هذا الذي أنت تنفيه، هذا الذي أنت لا تذكره، هذا الذي أنت لا تؤمن أنه من يأتي 40 أربعاء إلى مسجد السهلة أنه يرى صاحب الزمان. فقال فمن هذا؟ هو الإمام المهدي عليه السلام؟ قال له نعم ذلك هو. يقول فطلبته ولكن اختفى صاحب الزمان. وقلنا أن صاحب الزمان عليه السلام له الميزة هذه العظيمة أنه مباشرة تلتفت إليه لا تجده، إذن تطوى له الأرض وبثوان أنك لا ترى صاحب الزمان عليه السلام. فهنا يقول بمجرد أن نظرت إليه لأطلبه اختفى صاحب الزمان عليه السلام. سأذكر القصة كما هي وردت في جنة المأوى. هنا ملاحظة قصيرة قبل أن نبدأ. صاحب الزمان عليه السلام يعني المطلوب من كل شيعته ومحبيه أنهم يتعلقون بذكره. هنا عندما يتعلقون بذكره والارتباط به فإنه صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام سيأتي إليهم. هذه قصة من آلاف القصص التي حدثت لشيعته. فهناك من يرى الإمام ويلتقي به ويسلم عليه ويعلم أنه الإمام، وهناك من يلتقي به ولا يعلم أنه الإمام إلا عند غيابه، وهناك من يلتقي به ويقضي حاجته ولكن بعد غياب الإمام بفترة يتذكر الأحداث ويعلم أنه صاحب الزمان عليه السلام، كل بحسب مكانه ومنزلته عند صاحب الزمان عليه السلام. فعليكم الارتباط بإمام زمانكم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا وردت هذه القصة عن السيد جعفر القزويني، يقول أنه أخبرني الشيخ باقر عن السيد جعفر ابن السيد الجليل باقر القزويني، كنت أسير مع أبي إلى مسجد السهلة. كان يمضي مع والده سيد جعفر يمضي مع والده باقر القزويني إلى مسجد السهلة. فيقول فلما قاربناها قلت له، هنا يقول عندما أردنا أن نصل إلى مسجد السهلة
قلت لوالدي بين أنه الأب وابنه يتحدثان وغير ذلك، فقال له هذه الكلمات التي أسمعها من الناس، أن من جاء إلى مسجد السهلة في 40 أربعاء فإنه يرى المهدي عليه السلام، أرى أنها لا أصل لها. هنا نقف عند قوله أنه لا أصل لها، نفى كل ذلك، نفى المتواتر، ونفى أنه كثيرا ما أنه الأخوة الأفاضل الذين يلتقون بالإمام في مسجد السهلة، فذلك شاع وتعارف وتواتر ذكره. فهنا لأنه لم يوفق أو أنه لم يعمل بذلك 40 أربعاء فهنا نفى ذلك وقال أنه لا أصل له. وهذه مصيبة، أنه تنفي شيء لأنك لم تره والعياذ بالله. فهنا يقول أنه أرى ذلك أنه لا أصل له، فهنا والده غضب كثيرا، فالتفت إليه مغضبا وقال لي ولم ذلك؟ لمحض أنك لم ترى، يعني لأجل أنه لم ترى الإمام سلام الله عليه، أو كل شيء لم تراه عيناك فلا أصل له. هل يصح أنه شيء أنت لا تراه أو لا تعمل به هنا تنفيه؟ فهنا أكثر من الكلام علي حتى ندمت على ما قلت له. ثم دخلت مع والدي إلى مسجد السهلة، وسبحان الله صادف أن المسجد خالي من الناس، فلما قام في وسط المسجد ليصلي ركعتين للاستجارة، استجارة المسجد، أقبل رجل من ناحية مقام الحجة، هناك في مسجد السهلة مقام الحجة عليه السلام، مقام الإمام، ومر بالسيد، مر بالسيد باقر القزويني، أي بأبي السيد جعفر القزويني، مر بالسيد فسلم عليه وصافحه، والتفت إلي السيد، أي السيد باقر القزويني، التفت إلي والدي وقال فمن هذا؟ هنا قال له من هذا الذي أنت أنكرت حضوره إلى مسجد السهلة ولقاء الناس به؟ فقال السيد باقر القزويني لولده السيد جعفر من هذا؟ وقال له ذلك بصيغة الاستنكار، قال له من هذا؟ فهنا يقول فقلت لوالدي، سيد جعفر يقول قلت لوالدي باقر القزويني فمن؟ فيقول عندما أنه قلت له فمن، يعني مباشرة أجاب، قال له أهو المهدي؟ يسأل والده، لما والده قال له من هذا؟ يقول مباشرة قلته أهو المهدي عليه السلام هذا؟ قال والدي فمن؟ إذا لم يكن هذا هو المهدي عليه السلام إذن من هو؟ فهنا يقول ركضت أطلبه فلم أجده في داخل المسجد ولا في خارجه. هنا انظر أنه سيد جعفر لم يوفق لرؤية صاحب الزمان، لمصافحته، لتقبيل يده ورجله. لماذا؟ لأنه قال أنا أنكر ذلك أنه لا أصل له. فهنا سبحان الله لم يوفق لأن يصافح صاحب الزمان عليه السلام، ركض في طلبه ولكن لم يوفق. فعلى الشيعة الرافضة ومحبي الإمام عليه السلام أن لا ينكروا شيء في فضل الإمام، ولا يذكر أي قصة في حضور الإمام لشيعته أن ينكروا ذلك أو يشككوا به، فإن ذلك من وساوس الشيطان اللعين الرجيم، وسيدخله في والعياذ بالله في ظلمات وظلمات، ولا يرى ولا يوفق لخدمة الإمام المهدي عليه السلام.